ما هو الإسلام؟ أرايك ساسنا إسلام الإسلام هو أن تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. أن إسلام كان إبادة تعلق بين أون ديو دوي لك توحيد سام شنيد دوي كان والمسلم لا بد أن يطيع الله ولا يعصي الله سبحانه وتعالى. مسلم تكون جتون إبادة سيامان تعلق سبحانه وتعالى يعني مسلم لا بد يصلي مسلم جمبين جتون لماد نعم والمسلم لا بد يتميز عن اليهود عن النصارى عن المجوسي مسلم جتون بتبت توا تاك تان جا كون يو كون كريستيان كون مجوسي نعم الدين الإسلامي ثلاث مراتب ثلاث درجات ساسنا إسلام مي أون بركوب سام أون بركوب دي كان المرتبة الأولى الإسلام أون بركوب تي نين نان كو إسلام المرتبة الثانية الإيمان องค์ประกอบที่สองนั่นคือการอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์อัลมัรตะบะอัสซาลิซัลอิห์ซานประการที่สามนั่นคือการทำความดีอัรกานัลอิสลามห้าหลักการอิสลามหรือรุมกลอิสลามนั้นมีห้าประการด้วยกันอัรกานัลอีมานซิตตะหลักการศรัทธานั้นมีหกประการด้วยกันอัลอิห์ซานรุกนุนวาฮิดวัลลอฮุอะอ์ลัมหลักการทำความดีนั้นมีแค่หนึ่งหลักการเท่านั้น